أتوقع مدير الأسرة الجوية الوطنية أن يكون طقس بارد خاصة بالمرتفعات والهضاب وبالسفوح الجنوبية الشرقية، كما يتوقع تساقط ثلوج مهمة فوق القمم التي تتراوح حلوها 1000 متر بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف، وكذلك بالأطلس الصغير وبالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفات والماس. وغادي تهطل الأمطار وزخاتها قد تكون مهمة محليا وأحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس والسيس وبهضاب الفوسفات والماس وبسهول غرب الأطلس وبالسواحل وسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وغرب الريف خصوصا خلال الساعات الأولى من الصباح. الآن خليكم مع درجات الحرارة. نشر درجة مدينة طنجة 10 درجات بوجدة، 13 درجة بالرباط، 8 درجات بفاس، 14 درجة مدينة الدار البيضاء، 8 درجات بمكناس، 11 درجة مدينة مراكش، أكادير 15 درجة، 20 درجة بالعيون، 22 درجة مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم بمجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره ملي كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي الابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، برامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفرة في الابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على أخبار حصرية ومثيرة في عالم الرياضة بالصوت والصورة. شوف تي في، آخر الأخبار بين يديك بسامبل كليك.